صباح الخير عليكم، صباح العزة والكرامة والنصر، تحية وسلام لكل شهداء ومصابي حرب أكتوبر المجيدة. وكل سنة وشعب مصر دايما طيب وبخير يا رب، وربنا يدوم علينا وعلى مصر دايما الأمن والأمان، ودايما راية النصر مرفوعة في كل شب في كل شبر من أرض مصر. عنوان حلقتنا النهاردة التوبة والتعافي. التوبة والتعافي من إيه؟ التوبة والتعافي من ظاهرة أصبحت منتشرة في المجتمع بشكل كبير جدا، وهي تعاطي وإدمان المخدرات. وده بيشكل خطر على الشخص، ده مش بيشكل خطر على الشخص المدمن بس، بل على المجتمع كله. فلما اتعملت إحصائية عن نسبة المدمنين في العالم كله، وجدوا إن الإحصائية دي بتتراوح ما بين 4.5 لـ5%، دي النسبة المئوية على العالم كله. ولما اتعملت على النسبة المئوية دي على المجتمع المصري، وجدوا ان النسبة دي ضعف النسبة المئوية بتاعت العالم كله، يعني 10%. وده طبعا شيء خطير جدا. والشيء الاخطر طبعا ان النسبة دي وجدوا انها بتبتدي تتعاطى المخدرات من سن بدري جدا، من سن 11 سنة. 11 سنة ده اللي هو سن طفولة. فطبعا المسؤولية هنا بتقع على الأسرة، يعني ازاي انا يكون عندي ابني في البيت 11 سنة، ده طفل أدمن أو مثلا شرب سجاير أو أيا كان، وأنا ما لاحظتش عليه شيء، ما لاحظتش عليه تغير لا في شكله لا في مظهره. المدمن ده دايما بتلاقيه في عزلة، دايما بيطلب مثلا مصاريف زيادة عن حاجته، حتى إهماله في مظهره بيبقى مهمل فيه جدا. فطبعا علشان نشوف الصورة بشكل أوضح، كان لازم يشرفنا في حلقتنا دي ناس مختصة. فهيكون معانا ضيوفنا النهاردة الدكتور أحمد عبد الفضيل، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، ورئيس أقسام علاج الإدمان بمستشفى المعمورة بالأسكندرية. وهيشرفنا كمان فضيلة الشيخ محمد السعدي الأزهري، أمين اللجنة الدينية بالأسكندرية. انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وشرفنا ونورنا في الاستوديو معانا الدكتور احمد عبد الفضيل، استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان، ورئيس اقسام علاج الادمان بمستشفى المعموره بالاسكندريه. اهلا بحضرتك يا دكتور. وفضيله الشيخ محمد السعدي الازهري، امين اللجنه الدينيه بالاسكندريه، منورنا فضيله الشيخ. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، في البدايه كده انا عايزه حضرتك تعرف كل ام وكل اب موجود في البيت ايه هو الادمان وايه هو اعراضه. يعني انا لو موجود معايا ابني في البيت ابقى عارفه ايه اللي جد عليه وان الاعراض دي ممكن تكون اعراض ادمان. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبدئيا طبعا انا بشكر حضرتك على الاستضافه، ووجودي مع الشيخ محمد شرف لنا يعني. بارك الله فيك. وحابب يعني اعايد على الشعب المصري كله واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ودايما في نصر، ودايما في استقرار، ودايما في امن. ربنا سبحانه وتعالى يعني يرخي علينا الامن والسلام. وكانت مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان من الحاجات اللي هي بتاثر على الاستقرار والامن هو الادمان. يعني الادمان من الحاجات اللي فعلا بنتحارب بيها بشكل يعني ايه غير مباشر، وبيوصلنا لفقد يعني ايه شباب زي الورد يعني ثروه. وكان مهم جدا ان احنا نبقى عارفين يعني ايه برضو ادمان، علشان اللفظ احيانا بيبقى ايه شائع شويه والناس مش واخده بالها منه. الادمان مفهوم واسع جدا. اهم حاجه في الادمان هو ان هو في اثر موجود. يعني احنا لازم هنشوف اثر. يعني احنا عشان بس طبيا بنميز ما بين حد بيستخدم كل فترات وبنسميه مستخدم كل فتره فين وفين، ما بيبقاش هو الايه ده اللي احنا بيلجا للعلاج. لكن اللي بيلجا للعلاج اللي فعلا بنسميه اعتماديه على المواد المخدره، او اعتماديه على الماده الادمانيه. الماده الادمانيه ديت مش شرط تكون بقى هي المخدرات بمعناها اللي هي الايه الاقراص او الهيروين او حاجات من دي، لا، ممكن تكون المواد الادمانيه برضو زي ما احنا بنشوف دلوقتي كتير جدا مدمنين على السوشيال ميديا، على الايه حاجات المواقع الاباحيه، ناس مدمنه على الايه على القمار، على امور تانية كتير. فاحنا هو مفهومه العام ان الحاجه احنا مستمرين فيها على طول باستمرار، مش بنيجي يعني فتره طويله وناخد حاجه، او فتره طويله ونعمل الحاجه مستمرين فيها.
بيحصل حاجتين مهمين جدا، ان انا لو جيت اوقفها يحصل عندي حاجه اسمها اعراض انسحاب. يعني انا اجي اوقف الحاجه دي اللي هي الايه الماده الادمانيه. الماده الادمانيه دي زي ما احنا قلنا ايه، ممكن تكون مخدرات، وممكن تكون وسائل تواصل اجتماعي، ممكن تكون حاجات فيها يعني شكل خارج. المهم استمراريتي عليها ده اول حاجه. تاني حاجه ان انا بقى ايه، لو جيت اوقف يحصل لي اعراض سحب. يعني اول ما هاجي اوقف النهارده لا انا مش مرتاح، انا تعبان. اعراض السحب دي والشكل ده بيختلف من ماده لايه لاخرى. في حاجه مهمه قوي قوي اسمها الايه، التحمل او التعود. دي حاجه من محددات الادمان. يعني ايه تعود او تحمل؟ يعني انا كنت بعمل الحاجه دي او باخد الحاجه دي بقدر معين يوميا، لا انا محتاج عشان احس بنفس التاثير محتاج اعلي الدوز، اعلي الجرعه، اعلي الوقت اللي كنت بقضيه مع الحاجه دي. اعليه بقى ايه بمعنى ان انا استهلك فيها وقت اكتر، او استهلك ماده اكبر، او ده كله بيقول اسمه التحمل. او تعود، كل شويه بزود الماده. التحمل ممكن له صور كتير، بس عشان الوقت الصور كتير ان احنا ممكن اغير الماده اعلى منها، ممكن اخد بطريقه تانية. يعني مثلا بدل ما كنت باخد ايه بشكل فيه راس او كده، باخد حاجات ايه بشكل فيه حقن، استخدام الحقن، او بشكل فيه امور اكثر ايه اكثر ضررا. يعني ده اسمه التحمل. فاحنا عندنا اعراض سحب، عندنا تحمل، عندنا الاستمرار رغم معرفه العواقب. يعني انا مستمر في الحاجه وانا عارف ان هي فيها ضرر كذا وكذا، فهي فيها كمان صفه اسمها الصفه القهريه شويه. بعد فتره من التعاطي بحس ان انا عندي حاجه اسمها ايه الارج، او النوع من انواع الايه الاحتياج والرغبه الشديده للتعاطي، او لممارسه الايه الماده الادمانيه دي، ان انا همارس الماده الادمانيه دي. حاجه مهمه جدا جدا ان انا خلل حاصل في على مستوى الاجتماعي بتاعي، على المستوى المادي بتاعي، على المستوى النفسي. يعني في ما يجي يقول لي انا ما عنديش مشكله، فاقعد شويه وشويه ايه يعني ادقق معاه في الكلام، الاقي في مشاكل اجتماعيه حاصله له، في مشاكل ماديه حاصله له، في مشاكل على المستوى النفسي حاصله له كتير جدا. الحاجه برضو المهمه جدا دخوله في حاجات فيها مخاطره، فيها يعني زي احنا بنقول ريسك بيهيفير، يعني ايه سلوك فيه مخاطره شديده جدا. يعني اخذ الابر ديت ومعرفه ان فيها شكل معين مخاطره ان يحصل له نقل الفيروس، نقل لحاجات دمار. فدي كده الايه معنى الادمان. استمر فيه، في اعراض انسحاب، في تحمل وتعود، عندنا بنستمر رغم ان احنا عارفين العواقب بتاعته، بندخل في حاجات فيها مخاطره، بيأثر على الـ 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 يعني اجتماعيا وماديا ونفسيا على الشخص. تمام. الام تعرف، ضروري جدا ان الام من بدري، هو يا قصه الام دي حاجات، والاب والتربيه دي طبعا ايه حاجه، يعني دي المسؤوليه الاولى والاخيره من يعني البيت. هو من اول الايه الطفوله لازم نراعي ناخد بالنا، وهنقول الكلام ده في الوقايه يعني. لكن هي معرفتها طبعا ان هو بيغيب عن البيت وفلوس بتتصرف زيادة. بشكل زياده، شكله اللي جاي فيه شكل مش مظبوط، بيسهر كتير جدا. كل مادة بقى من المواد لها شكل معين، يعني بتختلف من مادة التانية، اللي هي ايه اعراض الايه اللي بتأثر عليه، يا اعراض التعاطي نفسها ان انا لما باخد بيبان عليا كذا، يا اما اعراض السحب مختلفة. بس هو بيحصل تغير، اهم حاجة نفسي، تغير في على مستوى الاجتماعي، ما عادش بيحضر كذا، ما عادش بيزور كذا، ما عادش بيعمل ده، دخل في على مستوى الايه المادي، ودخل في عزله طبعا في الاخر، اللي هي حلقه بقى التعاطي. انا بصحى الصبح عشان افكر ان انا هاخد، هعمل ايه عشان اخد، هعمل كذا كذا كذا، وفي الاخر ايه اخد، وهكذا. بالظبط. طيب شيخ محمد، اتفضل. عايزاك بقى تكلمنا عن التوبه. نعم. الناس اللي بتشرب الحاجات دي، الناس اللي ادمنت حاجات اباحيه زي ما كنا بنقول دي، هل ليها توبه؟ يعني هل ربنا يقبل منها توبتها؟ ولا في ناس بتقول لك لا ده انا عملت ذنوب كبيره جدا، انا مهما عملت انا ربنا مش هيتوب عليا، فبيستمر في اللي هو فيه ومش بيتراجع. فكلمنا عن التوبه يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. التوبه هي الرجوع عن كل قول وعمل يغضب الله عز وجل. التوبة هي الرجوع من البعد عن الله
إلى القرب إلى الله. لذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني يا أيها الناس إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، فكيف حالنا نحن ونحن أصحاب معاص وذنوب؟ الله سبحانه وتعالى دعا الكون كله إلى التوبة، دعا المؤمنون إلى التوبة، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يأتي الفلاح حينما يتوب العبد إلى ربه توبة نصوحة. دعا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى حينما قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. دعا أهل المعاصي وأهل الذنوب وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. زي ما حضرتك قلتي، هل المدمن وهل اللي بيشاهد المواقع الإباحية هل له أنه يعود ويتوب ويقبله الله عز وجل؟ نعم، التوبة بابها مفتوح حتى تأتي الغرغرة إلى الإنسان في الموت. لذلك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. من الذي يتحدث؟ من الذي يتكلم؟ إنه قيوم السماوات والأرض، يقول: وإن أتاني يمشي، ماذا يفعل ربنا سبحانه وتعالى؟ أتيته هرولا. مهما أذنبت عد إلى الله، لو أذنبت 1000 مرة عد إلى الله، لو أذنبت 1,000,000 مرة عد إلى الله، لأن الله عز وجل وهو الرحيم بنا، ربنا سبحانه وتعالى أستاذة خديجة أرحم بنا من أمهاتنا. ينزل يا دكتور ربنا سبحانه وتعالى كل ينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا وينادي، ينادي على من؟ ينادي على أهل المعاصي والذنوب. طب ربنا سبحانه وتعالى بينزل في السنة مرة؟ لا. في الشهر مرة؟ لا. كل أسبوع مرة؟ لا. ربنا ينزل كل ليلة فينادي، ينادي على مين؟ ينادي على أهل المعاصي والذنوب. هو الأولى والأفضل في 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 في, في السؤال، إحنا ولا ربنا؟ اللي يسأل مين؟ العبد. إحنا اللي نسأل ولا ربنا اللي يسأل؟ العبد أكيد. لكن ربنا رحمته واسعة جدا، من رحمة الله عز وجل أن الله هو الذي يسألك. طيب تخيلي يا أستاذة خديجة، لو قالوا لك وزير عايز يسألك 3 أسئلة، هتعملي إيه؟ هتكوني طايرة من الفرح. أكيد. طيب ربنا سبحانه وتعالى نازل نزولا يليق بجلاله وكماله وجماله ويسأل 3 أسئلة، إيه هما الأسئلة؟ السؤال الأول: هل من تائب فأتوب عليه؟ مين فينا جاوب على السؤال ده لربنا سبحانه وتعالى؟ أقرب واحد جاوب على ربنا في السؤال ده مين؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه مسألته؟ ولا يزال كذلك حتى طلوع الفجر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا من تريد رزق لعيالك تعال واسألني وانا اديلك، يا من تريد يا من تريدين ان تتزوجي اسألي ربك والله يجيبك، يا من تريد ان تشفى من مرضك اسأل ربك والله يجيبك. الله اقرب اليك من اي شيء، اقرب اليك من حبل الوريد. لذلك حتى يبشر كل التائبين يقول: للذين اذنبوا بالنهار تعالوا بالليل أبشروا فسوف أغفر لكم الذنوب. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولا يزال ذلك حتى طلوع الفجر. معنا اتصال.
الو الو استاذ محمد، الو. طب الاتصال اتقطع، حاول انك ترجع تتصل بينا تاني يا استاذ محمد دلوقتي. طيب يا دكتور، بنسمع كتير من الشارع او من اغلب الناس ان هو بيقول لك لا، الادمان ده يعتبر مرض مزمن، انا صعب ان انا اتعالج منه، او مثلا تلاقي واحد عايز يتعالج وتلاقيهم يحبطوه ويقولوا له لا، ده الادمان ده مرض مزمن، استحاله ان انت ممكن تشفى منه ولا حتى تقدر تحصله. الكلام ده ايه مدى صحته؟ خلينا نقول برضو يعني ايه الـ الـ مبدئيا الناس ما تاخدش معلوماتها العامه، ودي ازمه كبيره في ان هو ياخد معلوماته الطبيه او اللي هو مفروض ان هو ايه بيسعى لحل مشكله كبيره زي كده من حد غير متخصص. فلو حد غير متخصص يعني وكثير ما هم، صح يا شيخ محمد؟ صح. فلكن احنا خلينا نقول ان زي برضو ما يعني شيخنا تفضل، زي ما كل ذنب ولو توبة ولو كل داء ولو دواء، صح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ محمد، فخلاص في قاعدة، كل داء له داء وفي كل داء له دواء. استأذنك يا دكتور، الاتصال رجع. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اسال الشيخ سؤال بس؟ اتفضل يا استاذ محمد. الكلام عن المخدرات بيبقى ما بينطبقش على الشاب او على الشخص نفسه اللي هو ادمن، طبعا بيبقى في علاقه للاسره من عدم مراقبه، بيبقى في علاقه للبيئه نفسها اللي هو عايش فيها. كنت عايز اسال الشيخ ايه الضروري، ايه اللي المطلوب من الاسره ان تكون به اتجاه الاطفال مثلا او اتجاه الشباب في سن المراهقه للحفاظ عليهم يعني من المخدرات او من اصحاب السوء او كده؟ نعم تمام، شكرا لاتصالك استاذ محمد. الحمد لله رب العالمين. سؤال في غاية العظمة والأهمية. نعاني كثيرا من أننا نجد الأولاد حينما ترى ابنا في حالة يشعر بألم، يشعر بتعب، فتجد أن أصدقاء هذا الولد يقولون له تعال معنا وسوف نعطيك شيئا يذهب هذا الألم وهذا التعب، وبالفعل يذهب وحتى يجرب وحتى يعيش دور السعادة بسبب هذا المخدر، فمرة تلو الأخرى تلو الأخرى حتى يصاب بالإدمان دون أن يشعر. فعلى الأسرة أن ترى، أن تراعي هذا الولد من على مع من يمشي، لأن الأسرة مسؤولة أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى الأب وعلى الأم أن يراعوا مع من يسير ابنهم، مع من تسير بنتهم، حتى يعلموا حال الابن أمام أعينهم، لا يفرطوا في الوصية والمهمة التي من أجلها وجدوا في هذه الحياة، ألا وهي المسؤولية. وقفوهم إنهم مسؤولون. فالأب والأم مسؤول كل المسؤولية أمام الله عن أبنائه. لكننا نرى في عصرنا الحالي بعض من الأخطاء الكثيرة التي لا ذنب للأولاد فيها، منها أن الأب والأم على غير تفاهم، فهذا يكون سببا في انحراف الولد أو البنت. منها أن الابن يرى العنف في التلفزيون وفي البرامج، وعلى هذا ينحرف الابن. منها أنه حينما يخطئ في المدرسة يا أستاذة خديجة، المدرس داخل المدرسة لا يعالجه ولا يقيمه، ولكن يعاقبه للأسف، بيقول له يا تطلع بره الفصل يا تروح تجيب لي ابوك. وهذا برضه خطا، لازم ايه الاب والام والمدرسه والشارع والمجتمع يكونوا صفا واحدا في اصلاح ابنائنا. فعلا. اعود بس لاجابه السؤال، هو مرض الادمان له علاج. العلاج ببساطه جدا 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 ان الانسان يعدل من نمط حياته، من طريقة حياته.
بكل بقى ما تشمل الكلمة من تغيير. يعني مع الإدمان بيحصل نوع من أنواع الانحراف على المستوى الأفكار بتاعة الشخص المدمن، على مستوى تعامله مع مشاعره، على مستوى سلوكه العام. فعلشان احنا نقول ان احنا نقدر نوصل لدرجة من التعافي الجيد، ان هو يبدأ يغير في ده. صحيح. يبدأ يعرف أماكن الخلل في طريقة تفكيره في الحياة، وأماكن الخلل في تعامله مع مشاعره بشكل أو بآخر، أو وسلوكياته الكتيرة جدا اللي بتحصل. لو قدرنا نعمل ده خلاص. احنا بس عاوزين نقول إن احنا كلمة برضه هو قال كلمة فيها مزمن، إن المرض مرض مزمن، دي عاوزة شوية تفصيل لو حضرتك تدينا بس مساحة من التفصيل. تمام. يعني إيه كلمة حضرتك بس في اتصال ناخده بعد كده حضرتك اشرح لنا. صدر. مين معانا؟ استاذ محمد معانا، اتفضل. الو الو استاذ محمد، الاتصال موجود يا جماعه ولا قطع؟ استاذ محمد، طيب الاتصال اتقطع، اتفضل يا دكتور. يعني عاوزين نقول حاجه، ان هو فكره الازمان ده ان هو مزمن، فكره ان هو استمرار الفكره موجوده معايا. هي دي حقيقه. يعني من ضمن بس الاجابه اللي هم قالوه بيقولوا ان هو مرض مزمن، ان الفكره ممكن تبقى مصاحبه ليا طول حياتي، حتى هتجي لي فكره. فكره التعافي وفكره ان في علاج هو فكره ازاي اتعامل مع الفكره، مع الافكار دي. لكن احنا انت مش هتقدر تمنعي الافكار، الافكار التلقائيه اللي بتيجي للشخص دي ما تقدرش تمنعيها، او مش هتقدر توقف. فده مساله الازمان بتاعه، ان انا مستمر في انه يجي لي فكره تلقائيه، فكره في ان انا اعمل حاجه، فكره ان انا اخد حاجه. انا مش مسؤول عن الفكره دي. صحيح. لكن انا مسؤول عن ازاي هتعامل مع الفكره دي. صحيح. هعمل ايه بقى، ايه اللي اتغيرت من خلاله، وهقدر من خلاله ايه اتعامل مع الافكار دي بشكل فيه تعافي، وان نمط حياتي وسلوكي في الحياه يبقى مختلف عن الفتره بتاعه الادمان. ده اللي يؤدي بقى للتعافي المستمر والعلاج، ويبقى في الادمان له علاج. تمام. الاتصال رجع تاني. استاذ محمد اتفضل. مساء النور، اتفضل. الف مبروك يا خديجه للبرنامج للموسم الثاني. الله يخليك يا استاذ محمد، ومنور الدكتور طبعا منور، والشيخ محمد منور. الله يخليك. وكنت حابب اسال سؤال. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد. المكالمه اتقطعت. طيب دكتور، يعني احنا عارفين طبعا ان في انواع كتيرة جدا من انواع المخدرات موجودة للأسف اللي بيتعاطاها شبابنا، فانا عايز اعرف من حضرتك كل نوع مخدر، طبعا احنا عارفين ان كل نوع مخدر فيه ليه تأثير مختلف عن التاني، هل اعراض الانسحاب بتاعته برضو بتختلف من نوع لاخر؟ طبعا طبعا. يعني كل الانواع زي ما حضرتك قلت مختلفة. يعني في حاجة اسمها ايه، مسكنات او مثبطات للجهاز العصبي شوية، وفي حاجات منشطات للجهاز العصبي. فبالتالي اللي هيبقى مثبط ده اثناء ان انا ايه، ان انا لما اجي اشيل اوقف، هيعمل نوع تاني من انواع الايه الاعراض، والمنشط ده لما اجي اشيله هيعمل نوع من، يعني هم مختلفين. وفي بقى مهلوسات، وفي حاجات تانية منومات، وفي حاجات كتير جدا من الايه انواع المخدره. لكن عاوزين نقول حاجه مهمه جدا جدا جدا، مساله كل الاعراض دي سهل جدا تتعالج بشكل ايه، حتى بيسموه شكل اعراض، يعني عرضي على الاقل، ان اعراض الانسحاب يمكن السيطره عليها. في ادويه حديثه جدا جدا ما بتخليش فيه احساس باعراض الانسحاب بشكل كبير جدا، وفي حاجه متقدمه جدا. بس بقى يعني ممكن بقى يعني نضيف حاجه مهمه، ان وممكن حاجة يعني ممكن نتكلم فيها بشكل برضو فيه استفاضه شويه، ان مش معنى اعراض الانسحاب عدت انا اتعالجت من المخدرات. دي بقى مهمه جدا. دي نقطه مهمه يعني جدا. اعراض الانسحاب دي اسهل، سهله، يعني الناس بتحس ان هي ايه في اول ايام صعبه وكده، لكن يمكن السيطره عليها بايه، بعلاجات مناسبه، والامور دي بتعدي بشكل مش صعب. مده معينه يا دكتور؟ حسب الماده، حسب الماده، يعني كل ماده وحسب وقت التعاطي، وحسب يعني طريقه التعاطي، ولها وحسب الشخص نفسه في حته ايه، يعني قابليته للعلاج واستعداده. لا، وكمان الاعراض او الامراض الجسديه المصاحبه، سكر، ضغط قلب كده، سنه، يعني تختلف بكذا
شكل يعني. لكن عاوز اقول ان هي مش معنى انها عدت هو ده انها اتعالجت من الايه من الادمان. الموضوع شويه بياخد ايه وقت اطول. طيب دكتور شيخ محمد، سمعنا ان التوبه ليها انواع، يعني ايه؟ نعم، هناك انواع عديده من التوبه. مثلا نجد ان شخصا كان يريد وظيفه، يريد عملا، فيتوب ويصلي حتى ياتي اليه العمل. واحد كان عايز يبقى رئيس تحرير، او واحده عايزه تبقى مذيعه، او واحد عايز يبقى مدرس، فيتوب ويصلي، اول ما خد العمل واستلم الوظيفه يترك الصلاه. دي اسمها توبه ارباب الحوائج. واحد كان عايز يتزوج فيصلي ويتوب عشان ابو العروسه يشوف انه بيصلي يقول ده ملتزم يجوزه بنته. بعد الجواز يترك الصلاه خلاص كده. هناك توبه افلاس. المدخنين والمدمنين لما يجوا يدخلوا المستشفى يا دكتور يعملوا ايه؟ يمنعوا الدخان فيتوبوا ويصلوا. اتفضل. اتصال، مين معانا؟ استاذ رجب من الاقصر. انا بحييك يا استاذ، بحيي الدكتور وبحيي فضيله الشيخ وبحدي احسن فريق، بشكر جدا جدا قناه صحه وجمال يا فندم. منورنا يا استاذ رجب. فريق اعداد محترم يا فندم وكلكم محترمين. ربنا يعزك يا رب. يا ريت لي سؤالا عند الدكتور وعند فضيله الشيخ. اتفضل. انا عايز اعرف مين اللي مسؤول عن الادمان بالنسبه للاطفال، البيت او التعليم او الصيدليه؟ تمام. انا النهارده لو اديت جنيهين لولدي او اقل حاجه مصروف النهارده 5 جنيه، بيخش اي صيدليه بيروح يجيب قرص برشام من ماده البراجين او ماده الجبنتين، ممكن يعني هي في 5 جنيه بالظبط. فليه مثلا يعني ما الصيدليات دي ما تعيش عليها؟ مثلا الدواء ده كان زمان اللي هو السن كان مخدر، كان ما بيتباعش الا بروشتات. النهارده الصيدليات بقت زي دكاكين البقاله بالظبط، تخش عايز اي حاجه بيديها لك، ما بيسالكش انت لمين ولا لمين، فهو الجريمه كلها هنا يا فندم. تمام. وربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يخليك يا استاذ رجب. معانا اتصال تاني. استاذه هبه اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه هبه، اتفضلي. طبعا انا سعيده جدا ان انا عملت مداخله مع حضرتك برنامج انا والحياه. حبيبتي نورتينا. اشكرك. دلوقتي كنت عايزه اسال شيخنا، لو الانسان فعل خطا في حياته وندم عليه، تمام، الله يتقبل توبته، وانما في بعض الاحيان بيقوم بفعل الامر مره اخرى. تمام. تمام. هل هذا دليل على غضب الله عليه؟ تمام يا استاذه هبه. واصرار الانسان على هذا العمل، مفيش ممكن ان يكون الانسان او ربنا سبحانه وتعالى. ايوه يعني. تمام يا استاذه هبه، فضيله الشيخ هيجاوب حضرتك. طب الدكتور الاول. طيب اتفضل يا دكتور، سؤال للاستاذ رجب. السؤال طبعا يعني مؤلم اكتر من هو يعني واللي احنا قلناه في اول الحلقه، بس اشرحه له بطريقه بسيطه كده بحيث ان الاستاذ رجب يفهم. يعني خلينا نقول حاجه مهمه قوي قوي، زي ما الشيخ محمد قال كده، الاسره الاسره الاسره، مساله ان انا يعني هديله فلوس واعرف وهو هيعمل بيها ايه وبتاع، ده المتابعه دي من الاول خالص مهمه جدا. تمام. الحاجة التانية برضو مسألة ان الاسرة لو شافت ان هو في حد من الصيادلة يعني ايه كان بايع ضميره بيطلع الحاجات اللي هي فيها ادمان ديت بشكل غير مسؤول، لا هو 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 حقه ان هو يبلغ عنه او ان هو يتكلم ينصحه بشكل معين يخلي الناس يعني. فكره ايه بقى اللي انا عاوز اقوله مهم قوي، ان الاسره لها دور في القصه ديت مهم قوي. اللي حضرتك تفضلت بيه في اول الحلقه مساله ان العلاج ممكن يكون صعب. ليه صعب؟ لان هو محتاج تكاتف من كذا جهه. فعلا. يعني الرقابه على الصيادله دي مهمه جدا، والادويه والكده، مساله التدخل من الاطباء في العلاج، ان الناس اللي بتعالج تبقى ناس مسؤوله، ان الحكومه تقدر توفر بشكل او باخر ايه، مساله التكامل بين القطاعات دي هي ليها اطراف عده. فهو ده الصعوبه في القصه دي. فلكن انا كاسره لا، انا مسؤول المسؤوليه
الأكبر. المسؤولية الأكبر. فمسألة إن الحاجات تبقى في الصيدلية وحد هيروح يجيبها وأنا هي دور الأسرة هنا. يعني يا دكتور أنت دلوقتي عايز تفهمني إن أنا ابني موجود معايا في البيت، أنا أديته مصروفه، أنا مش عارفة ابني صرف في المصروف ده فين؟ نعم كويس جدا. ما احنا لسه بنقول من شويه انا هشوف ابني ايه التغيرات عليه يعني يعني هو يعني اكيد هو لو جاب حاجه يعني حاجه حلوه واكلها هيبقى غير ان هو جاب في اعراض كتير الاب والام موجودين في البيت بيلاحظوا. المتابعه المتابعه ومن الاول صحيح. وزي ما قلت لحضرتك من بدري ان علاج الادمان ازمته برضو ان هو وقايه يعني يقال ان الوقايه هي العلاج في الادمان يعني الوقايه دايما يقول لك الوقايه ايه خير من العلاج في الادمان يعني دي الوقايه هي العلاج في الاصل. والوقايه دي بتيجي من التنشئه من التربيه من اول ما يبدا خالص ازاي هعلمه بقى هغرس فيه قيم معينه هعلمه مهارات معينه كل ده في الايه في اصل التربية. صحيح بجانب المتابعه. طيب سؤال استاذه هبه فضيله الشيخ اللي هي ان الانسان بيرتكب مثلا خطا او ذنب وبعدين لما بيتوب منه ربنا بيقبل توبته فبيرجع للذنب ده تاني، هل كده ان هو ربنا غضبان عليه؟ الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الأجمل كله في الآية اللي جاية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيه اللي يحصل؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كلنا أصحاب معاصي وذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ. إحنا مش ملائكة، كلنا معرضين ان احنا نغلط، لكن هو الخطأ في ايه؟ ان انا اذنب ولا اتوب من الذنب، وذنب وراء ذنب وراء ذنب ينطبع السواد على القلب. وهذا هو الران الذي قال الله عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اذا الاصرار على الـ على الـ على الذنب او على المعصيه بدون توبه هذا هو الخطر. صحيح. وهذا هو الخطأ. لكن من اذنب وتاب تاب الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم في عن رب العزة: لولا أنكم تذنبون. تخيل جمال هذا الكلام يا دكتور، لولا أنكم تذنبون لأذهب الله بكم وأتى بأناس يذنبون ويتوبون فأتوب عليه. دكتور محمد، في ناس كتير جدا بتقول لك مثلا لا انا مش هاخد خطوه العلاج دي، ده العلاج غالي، ده انا مش هقدر عليه، ده يعني من الاخر كده بيحب ان هو ايه يحط عراقيل في طريقه ان هو ما يروحش ان هو يتعالج. فهل فعلا اسعار العلاج ده غالي؟ عاوزين نقول حاجه مهمه قوي. احنا عندنا فئتين من اللي عاوز يتعالج. في فئه منهم اللي هو مش عاوز يتعالج، يعني في فئه من اللي هيلجؤوا للعلاج الاهل هم اللي بيلجؤوا عاوزين يعالجوا ابنهم. تمام. وفي فئه ثانيه. استاذن حضرتك معلش انا اسفه جدا. مين معانا؟ محمد من اسكندريه، اتفضل يا استاذ محمد. اهلا يا فندم. مبدئيا شكرا للدكتور احمد على المعلومات القيمه، شكرا للبرنامج. بس في مشكله بنسمعها كتير، فكره ان انا وديت ابني يتعالج في مكان وانتكس كل شويه بينتكس. يعني طيب نحل المشكله دي ازاي؟ ما انا مش ضامن بعد ما عالجه ان هو يدمن تاني. تمام. وده بيخلي الناس تقول ان ما فيش حد بيبطل، وكمان بنشك في الاماكن العلاجيه يقولوا ان فيها اماكن مش مرخصه واماكن مش مظبوطه. فمشكله الانتكاسه اللي بتتكرر ديت ليها حل يا دكتور احمد؟ وهل كل الاماكن العلاجيه اللي بتقدم خدمه العلاج دي شبه بعض، ولا نقدر نميزهم من بعض ازاي؟ طيب. وشكرا لحضرتك وشكرا لفضيله الشيخ. شكرا يا استاذ محمد. سؤال مهم جدا. اتفضل. هو سؤال مهم يعني هكمل لحضرتك الموضوع ان في مرضى عاوزين يتعالجوا بارادتهم، وده من يعني اكيد هيبقى نتائجه افضل وكل حاجه،
الخدمه الحكوميه متوفره جدا. يعني احنا عندنا الخط الساخن ده قطاع يعني متميز جدا في صندوق مكافحه وعلاج الادمان، اللي بيتصل بالخط الساخن بيوجهه لاقرب مستشفى. المستشفيات الامانه العامه للصحه النفسيه فيها المستشفيات كلها فيها ايه جزء العلاج الادمان مجاني مجاني، ما بيدفعش اي حاجه. تمام. الايام دي كمان في توسع اكتر من للاماكن الحكوميه بشكل مجاني، فهو لو عاوز العلاج بيقدر يروح المستشفى تابعه للامانه العامه للصحه النفسيه فيها اقسام علاج الادمان بيوفروا له دوت ان هو يتحجز. تمام. هنيجي بقى للسؤال اللي انطرح من سؤال استاذ محمد. استاذ محمد سؤال مهم جدا جدا جدا, جداً. احنا لما اتكلمنا على المستشفيات الحكوميه علشان احنا بنبقى عارفين ان الفريق العمل فيها فريق متكامل، يعني في الدكتور، في الاخصائي النفسي، في الاخصائي الاجتماعي، في مرشد تعافي موجود اللي هو اللي كان عنده تجربه وبطل وخد دورات تدريبيه وخد بعض الشهادات اللي هي بتؤهله انه يشتغل، وده كله تحت اشراف الايه الطبيب، وتحت وده الفريق العلاجي المتكامل. والحكومه عامله اشراف يعني وزاره الصحه والامانه العامه والمجلس الاقليمي عاملين اشراف على هذه المستشفى. فالمستشفيات الخاصه اللي شبيهه بهذا الـ الشكل اللي هي فيها التكامل العلاجي ده وفيها ترخيص من وزاره الصحه، وتقدر تطلع على الترخيص بتاع وزاره الصحه في المنشاه، تعرف ان دي تابعه، لان بيبقى في متابعه من وزاره الصحه في هيئه العلاج الحر، في متابعه من المجلس الاقليمي للصحه النفسيه اللي بيتابع الايه الاجراءات اللي موجوده، وبيبقى وهو احنا يعني والناس اللي هم بييجوا يفتشوا على المستشفيات ديت بيبقى شايف التكامل ده، وجود الاخصائي الاجتماعي، الاخصائي النفسي، الطبيب وجودهم موجودين، البرنامج موجود، الخطه العلاجيه، كل ده موجود. فاحنا يبقى بنميز ما بين الاماكن اللي هي بيسموها يعني كده ايه تحت السلم اللي هي غير مرخصه. طبعا دي حاجه بشعه جدا، مؤذيه جدا. ليه؟ لان هو ببساطه ما يعرفش رقابه، ببساطة كده هو بيعمل ايه ما يحلو له. دي نقطة مهمة جدا. ان هو يلجأ لان بقى طبيب هو اللي بيتابع المريض، وان المريض ده ممكن يكون عنده تشخيص مزدوج، يعني ما هوش ادمان بس، عنده حاجة نفسية تانية مصاحبة للادمان ما بيقدرش يكتشفها، والمريض ياخد ايه مسافة طويلة جدا جدا بيعالجه بشكله هو اصلا حاجة تانية خالص. ده مسألة الانتكاسة بقى، انتكاسة هو برضو قلقان جدا، دي مشكلة كبيرة جدا. القصة كلها زي ما احنا قلنا في الأول ان احنا عشان نعالج صح لازم تغيير حقيقي. تغيير حقيقي ده على مستوى الأفكار بتاعت المدمن، على مستوى تعامله مع مشاعره، على مستوى سلوكياته، ده محتاج برنامج طويل. والبرنامج ده له معاييره، يعني معاييره ايه؟ أنا بنتقل من مرحلة في التعافي بتاعي لسه بادئ بتعافي لمرحله ثانيه وثالثه ورابعه، والاخر باخد حاجه زي الشهاده كده ينفع تطلع الشارع، ومش بطلعه الشارع وهو ايه وهو لسه ما تعافاش. لا انا بعمل حاجه تدريجيه كده اللي هي الايه الخروج اجازات، ويرجع وندرس الاجازه بتاعته والظروف اللي حصلت فيها ونبدا كده، والمتابعه بعد ده. يعني هو يطلع بشكل ايه امن في خروجه، لان للاسف ان الناس احيانا تستعجل طبعا عشان الضغط المادي لو كانوا في اماكن خاصه، وفي الاماكن الحكوميه احيانا برضو لو كان وظيفه بتاع بيبقى في عوامل كده بتطلعه قبل ما يكمل البرنامج بتاعه. ده بيؤدي للانتكاسه. الحاجه الثانيه المتابعه بقى، احنا بنعمل برنامج كده في المستشفى، عندنا مستشفى معمار الطب النفسي، بنعمل برنامج للمتابعه بتاعه المرضى 3 شهور، بيتابع 3 مرات في الاسبوع، وبعد كده بيتابع بشكل شهري، كل ده تحليل، كل ده مناقشه المشاكل اللي بتحصل له، الحاجات اللي هي ممكن يكون اتعرض لها بره ازاي يتعامل معاها. بنعمل له يعني شكل من التواصل مع الاخصائي النفسي، مع الدكتور، مع المعالج، بحيث ان احنا بنحافظ عليه لغايه ما يبقى وقت. الحمد لله عندنا اعداد كبيره جدا جدا من المتعافين، وكان حتى الاسبوع اللي فات مجموعه من المتعافين كتير جدا مع زوجاتهم في برنامج مواد اللي بيدعمه سياده الرئيس. يعني البرنامج ده عملناه علشان نثبت ان في اسر متماسكه بعد التعافي. يعني هو تعافى وكون الاسره بتاعته ومتماسكه والحمد لله. تمام. في اتصال معانا، مين؟ منى. اتفضلي يا استاذه منى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك حضرتك يا استاذه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك عليه. انا كنت عايزه اعمل يعني
اهلا سؤالي الشيخ. اتفضلي حبيبتي. بصي انا يعني بصي حضرتك يا حبيبتي، انا متجوزه بقالي 5 سنين. تمام. فلما جيت اتجوز اخت جوزي الجهاز بتاعي كله سرقته. بعد 5 سنين بتطلع من جهازي وبتلبس، لان هي كل سرقت كل جهازي. لا ثانيه واحده، جهازك جوزك بياخد منه ويبيعه؟ لا انا جيت حطيت جهازي، فجوزي كان مديها المفتاح لانها اخته، فهي خدت المفتاح وراحت سرقت كل جهازي كله. وكمان عملت حاجه نسيتني كل حاجه، انا ما افتكرتش غير بعد سنه ان انا اتسرقت. تمام. معرفش ايه اللي جرى، فانا بسال فضيله الشيخ، هي في بيئه متعودين على كف الدين وطريقتهم مش كويسه وهي اسلوبها مش كويس، فانا بزعل على اني يعني الواحد بيتعامل مع ناس زي دي، انا ما بكلمهاش، بس طبعا زعلانه على ساعتي اللي انا كنت بشتغل وهي خدت كل اللي انا اشتغلت بيه. فعايزه الشيخ يقول لي كلمه ترى اعصابي من حرق الدم دي. حاضر حبيبتي، حاضر. هو طبعا ربنا يكون في عونك. اتفضل يا شيخ محمد. هي متجوزه من 5 سنين. وقت جوازها كانت جوزها ادى المفتاح لاخته، فهي جايبه جهازها من شغلها ومن تعبها. للاسف بتقول ان اخته سرقت منها حاجات كتير جدا من جهازها. فتفضل بقى، هي بتقول عاوزه يعني تتعامل، عايزه كلمه تريحها. هي بتقول انها بتتعامل معاها بما يرضي الله، بس هي تعبانه نفسيا، عايزه كلمه تريحها. طب هي ما زالت موجوده دلوقتي مع الزوجه ولا مش موجوده، ولا ايه هي موجوده مع زوجها ولا لا؟ ما هو زوجها هو المسؤول انه يجيب لها حقها. تمام. مش هي. تمام. وهي طيب. بس يعني عليها انها تبقى يعني تتعامل في الهدوء. انا كنت منتظر بس اشوف يعني علاقتها بالتوبه ايه، يعني علاقه سؤال بانها تتوب ولا مش مشكله. بس هي تتعامل بهدوء بس في الايه، في الموقف، وفي حد يجيب لها حقها، ما فيش اي مانع فيه. طيب قدامنا 3 دقايق بالظبط، فعايزه من حضرتك نصيحه للي ادمن واللي الحمد لله سليم ومعافى. طيب كويس جدا. هو اهم نصيحه مش هتبقى للي ادمن ولا اللي هيتعافى، هي للمجتمع اولا، ان هو يشوف الخطر ده، يشوفه بشكل اقوى شويه، يتكاتف اكتر في ان هو ايه، يبقى كل مؤسسه عندها دلوقتي الحمد لله بيعملوا تحاليل في المؤسسات، ويشوف اللي شغالين عنده دولت، اللي بيشتغلوا دولت ايه، اخبارهم ايه. لان انا برضو ما باثر شويه على الشخص في ان انا اقول له والله لا انا مش هشغل عندي لحد متعافي، حد ما عندوش مشكله مع المخدرات. فده بيخلي الناس دايما تتحمس انها ايه تخلع. فالمجتمع ككل يتكاتف، كل الناس، واهم فئه في المجتمع تبقى حريصه جدا على اولادها هي الاسره. الاسره اهم حاجه ايه بقى، اهم حاجه ايه، تنميه مهارات الشخص وهو صغير، يعرف ازاي يواجه المشاكل، ازاي يواجه الضغوط، ازاي يحل المشاكل بشكل ايجابي، ازاي عارف يعني ايه نجاح، يعني ايه سعاده، يعني ايه امل. من الاول ازاي نعمله مع اولادنا الاول؟ لا ما هي دي مره جايه بقى. عايز على السريع كده شيخ محمد، نصيحه بسرعه، قدامنا دقيقه بالظبط. نصيحه بسرعه، الله سبحانه وتعالى يريد منا جميعا ويشتاق ان يسمع منا نغمات هتاف يا رب. كلنا محتاجين إلى الله عز وجل، كل ما هو في ضيق، كل ما هو في كرب، كل ما هو في بلاء، محتاج أنه يرفع يده إلى الله ويقول يا رب. فإننا في أمس الحاجة إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بدل ما إحنا شايفين الناس النهاردة كل واحد بيلقي التهم على غيره بدون أسباب، وهذا من الخطأ الكبير. ابدأ عليك بنفسك، لا تلقي أخطاء على الآخرين، الدنيا لا تدوم لأحد، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كل من يتكلم في الناس، في حقوق الناس، كل من يغتاب الناس، عليه أن يتوب إلى الله، عليه أن يستغفر الله عز وجل، لأن علاج الغيبة والنميمة هو الاستغفار والثناء على من أخطأ في حقهم. تمام. الشيخ محمد السعد الأزهري، أمين اللجنة الدينية بالأسكندرية، بشكر حضرتك جدا. شكرا. دكتور أحمد عبد الفضيل، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان ورئيس أقسام علاج الإدمان بمستشفى المعمورة بالأسكندرية، متشكرة جدا لحضرتك، شرفتونا ونورتونا. خلصت حلقتنا، وعلى أمل بلقاءات جديدة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه.